حضرتك عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. حابين نحكي عن الباحثة مايا صبحي. طبعا هي حضورها غريب واختفائها غريب هي باحثة مصرية تقريبا في تكلمت عن مواضيع كثيرة، من الفضاء، من الشمس، من الفيروسات، من تكلمت عن الفيروسات. الفيروسات عندها انه ان الفيروس ما بيقدرش يدخل الجسم الا اذا كان الرنين تبع او الريسونانس تبع الفيروس متوافق مع الرنين تبع الخلية. تكلمت ايضا عن نصب جورجي المختص بالمليار الذهبي اللي تم تفجيره بطريقة غامضة، هنحكي عنه بعدين. يعني كان في مضيف ليها في برنامج دائرة الضوء شخص اسمه حجازي، ولكن نوصف انه يعني عنا ما في تقدير للمواهب، ما كان يدفع ليها نقود ابدا. تكلمت ايضا عن شريحة ايلون ماسك اللي توضع في الدماغ. ايلون ماسك يخاف من الموت صراحة، انه يخاف ان تذهب كل ثرواته يعني هباء مع الريح. هذا هو سبب حب ايلون ماسك والاخرين. هو مش بس ايلون ماسك، كثير من الناس الاثرياء جدا يخافوا من الموت، لانه مجرد دماغ وانتهى كل شيء، كل امجاد وكل حياته، كل النقود حتى هي تذهب بالهباء. يعني هذا اللي بيخافوا منه، فهم بيحاولوا انه يطوروا انسان إمورتل. طبعا ما في عندهم لا بعث لا حساب، هم بدهم شخص يظل للأبد. المهم نرجع لمايا صبحي. استغربت انه في ناس بتهاجم مايا صبحي، بتحكي انه هي دجالة وكاذبة ومش عارف ايش وبه. ولكن الاشخاص هذم لا نستطيع اثبات كلامهم، لانه في الناس اللي تشكك ايضا في انه هل اسمها حقيقة مايا صبحي او لا. يعني ما حد يستطيع انه يحضر اسمها الثلاثي. هي ثابت انها يعني مصرية ومن عائلة متدينة، ولكن غير معروف عنها شيء. على كلام المختصين المصريين، سنبحث في موضوعات ثانية عن كلام هذا بعمق. ما عرفت، يعني في ناس بتشكك انها هي كلامها كذب وكلامها افتراء وكلامها مصري. وحتى تكلمت عن الاطباق الطائرة وانه هتلر عمل الحرب العالمية الثانية علشان الفضائيين اعطوه تقنية متطورة. الموضوع يحتاج تدقيق. يعني هي المسكينة يعني بتحس انه فيها رغم المكياج بتحس انه فيها مرارة معينة، يعني زي ألم كانها بدها تنتقم بالكلام. المهم في نبحث اكثر عن تفاصيل اكثر في الموضوع. ادعمونا ب3 مليون لايك وشير. تحياتي، تابعونا في فيديوهات اخرى.